كرامة مستردة ووطن كان مسلوبا وعاد إلى شعبه الذي حرم خيراته لعقود طويلة. بعض من نتائج ثورة 23 من يوليو عام 1952 التي تبعتها أيضا تطورات اجتماعية واقتصادية ساهمت وإلى يومنا هذا في رسم معالم بلادنا. أحداث تاريخية كثيرة أثبتت أن الشعب المصري تجاوز كل ما حل به من كوارث، فكان دائما ما يتلمس طريق النجاة والخلاص من الاحتلال المقيت والملكية الاستبدادية. منذ الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882 وحتى عام 1952 ساد واقع أليم كان بمثابة قوة دافعة لقيام الثورة التي تحولت إلى واقع معاش لتصبح من أهم الثورات المصرية على مر العصور. ثورة الجيش المصري على الاحتلال والاستبداد التي نقلت مصر من عهد الملكية إلى عهد الجمهورية وأيدها الشعب وتفاعل معها ومع ما نتج عنها من قرارات غيرت وجه الأحداث في البلاد. فبعد تحديد ساعة الصفر لبدء التحرك في منتصف ليل 22 من يوليو، كان معظم الضباط الأحرار المكلفين بمهام التحرك موجودين بمعسكراتهم منتظرين تعليمات القيادة بالتحرك، وما إن تحركوا حتى أظهر الشعب تأييده التلقائي للجيش وخرج ليعلن مساندته المجموعة الوطنية من أبنائه الضباط الأحرار. فنجحت الحركة المباركة وتم إعلان الجمهورية وسقوط الملكية، ومهد الأمر لتوقيع اتفاقية الجلاء بعد أكثر من 70 عاما من الاحتلال. على المستوى الداخلي ردت الثورة للمصري كرامته حين قضت على الإقطاع وأممت التجارة والصناعة وحررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي وأضافت 10 جامعات أنشئت في أنحاء البلاد بدلا من 3 جامعات فقط مستكملة مسيرة نضال ونجاح داخلي غير مسبوق. وعلى المستوى العربي نجحت الثورة في توحيد الجهود العربية وحشد الطاقات لصارع حركات التحرر، وأكدت للأمة من الخليج إلى المحيط أن قوة العرب في وحدتهم مهما كانت الظروف قاسية. الدور المصري تعدى إطاره العربي في تلك الفترة، ولعبت قيادة الثورة دورا رائدا مع يوغوسلافيا والهند في تشكيل حركة عدم الانحياز لتتبوأ مصر مكانة مستحقة على خارطة السياسة الدولية.